وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لا، شوف هنا الوصف الدقيق سبحان الله. وقال الذين إيه؟ لا يعلمون، يعني دول جهلة، قالوا هذا بجهلهم، جهل. من قال هذه العبارة فهو جاهل. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، جهلة ليه؟ لأن الكون كله آيات. تأتينا آية، الكون كله مليء بالآيات، ليس في الكون شيء إلا وهو آية من آيات الله. شوف بقى سبحان الله، كل شيء تراه أو لا تراه فهو آية تدل على الله. بس أنت محتاج بس شوية تفكير شوية وخلاص، سبحان الله. ليه؟ سأل واحد أعرابي، يا أعرابي هل عندك دليل على وجود الله؟ قال الكون كله. قالوا ايه الدليل عندك؟ يعني راجل اعرابي يعني بسيط، يعني بيرعى الغنم، لكن راجل بيتامل وعنده عقل وفكر وحكمه. فقال ورقه التوت. ورقه التوت تدل على وجود الله؟ قال نعم. ازاي يا اعرابي؟ قال ورقه التوت ياكلها الغزال تخرج مسك، ياكلها الدود الحرير دوت يخرج حرير، سبحان الله، يأكلها مش عارف تخرج ايه، يعني المادة واحدة والصنعة مختلفة، فمن الصانع؟ سبحان الله. يعني تفكر كده في أي شيء في الكون، كله آية من آيات الله عز وجل، مليان بالآيات. فكونك أنت لا ترى هذا، يبقى أنت أعمى البصيرة، أنت لا تعلم. في الحالة دي تكون جاهل. فنشوف، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. طيب، كلام الله عز وجل لولا يكلمنا الله، ربنا كلمنا وكلم البشرية كلها، الكتب السماوية، ما دي كلام الله. أنت مش لازم أنت تسمع الله عز وجل بنفسك، تمام؟ ربنا ما يكلمش كل واحد كده في البشر مباشرة، ولكن بيكلمنا من خلال الرسل. إحنا مش مهيئين إن إحنا يعني نوصل للحالة دي. ثانيا، لابد من الابتلاء، امال هيبقى في ايمان ازاي؟ الايمان ايمان بالغيب، ايمان بالله عز وجل، ايمان بالجنة، ايمان بالنار، ايمان بالملائكة، كل ده غيب. فلا لا لا، لما تشوف الملائكة مش هتؤمن بالملائكة غير لما تشوفها، يبقى ايمان ايه بقى؟ يبقى ده مش ايمان، ده اقرار، خدت بالكم؟ لكن سبحان الله، ربنا ابتلانا بامور كده، لابد ان احنا يعني ايه نطيع، ومع إطاعة الأوامر والتدبر والتفكر في آلاء الله هنلاقي أدلة لا حصر لها، سبحان الله. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. القول ده يبقى قول بدون علم، قول ناس جهلاء يعني. وكذلك قلوبهم مريضة، يعني جاهل مريض القلب الذي يقول هذا الكلام. فطبعا انتشار الإلحاد بقى في الأيام بتاعتنا ديت يتصف عليهم هذا القول. دول ناس مريض، يعني مريض القلوب قليل العلم. كل من ينكر الله أو ينكر آلاء الله أو آيات الله أو الرسل أو كتب الله عز وجل أو كلام الله، قليل العلم، في قلبه مرض. تتصف عليهم ده، أو يعني هذه الآية تنطبق عليهم. تشابهت قلوبهم. شوفوا بذل الآية يقول سبحان الله قد بينا الآيات لقوم يوقنون. عندك إيمان، عندك يقين، هتلاقي آيات الله عز وجل لا حصر لها حولك، لا حصر آيات الله عز وجل. لو أنت أصلا مؤمن مصدق، عندك يقين، لكن عندك الشك، مرض في القلب، عمى في البصيرة، وما تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون، سبحان الله. طيب، نشوف بقى القراءة في هذه الآية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. عند المد المنفصل نمد إن شاء الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فاش حاجة تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هنا عندي سكت متصل وسكت منفصل، دي مرتبتين في المد. الأول هقول سكت المنفصل لأنه متأخر. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طبعا السكت المنفصل والمتصل هنا لهم طريقين. أنا عندي طريق السكت الأول اللي هو من التجريد عن الفارسي، ده بيسكت على السكت المنفصل مثل قوله من آمن عن أصحاب الجحيم كده، يعني بيسكت على المنفصل، وبيسكت كذلك على التعريفية بيجي بعدها همزة زي الأرض الإيمان، وبيسكت كذلك على كلمة شيء كيف أتت شيء شيء شيئا. تمام، طيب ده التجريد، يبقى بيسكت على المنفصل التعريفية وبيسكت على شيء. طريق الروضة للمالكي بيسكت على نفس الثلاثة دول بس بيزود عليهم الساكت الموصول، بسميه الموصول مش المتصل. المتصل دي ايه؟ يعني بنربطها بالمد المتصل. لكن سكت الموصول، الموصول زي ايه؟ ولا تسأل عن اصحاب كده، ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فبيسكت على التعريفية بيسكت على إيه؟ على الموصول. ربنا يعلمنا وإياكم